أهلا بكم تتابعون معنا في العرب اليوم. دعينا فتحي بشاغة رئيسا للحكومة في ليبيا خلفا لدبيبة. دبيبة يرفض هذه الخطوة فيما يرحب بها حفتر. في تونس الرئيس قيس سعيد يؤكد حل المجلس الأعلى للقضاء وردود فعل رافضة ومنددة بهذه الخطوة. أما في الأزمة الأوكرانية فنتابع المخاوف الغربية والأوروبية من المناورات بين روسيا وبيلاروسيا. تتابعون هذه الملفات وغيرها مع ضيوفنا وشبكة مراسلين. معي أنا جمال عز الدين، اليوم في تمام الساعة 7 بتوقيت القدس، 5 بتوقيت غرينتش. كما بإمكانكم أيضا متابعة بثنا المباشر على يوتيوب.